تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا رحب بطاقم البرنامج معنا اليوم إن شاء الله في الإخراج المبدع ناصر السليمي، وهذه تحيات محدثكم محمود يوسف العلي. نتمنى لكم إن شاء الله صباح فاخر، صباح إيجابي، صباح مليء بالإنجازات بإذن الله لهذا اليوم مع مطلع الأسبوع. يعني إن شاء الله يا رب قدر الإمكان كل الأمور العالقة لديكم تنحل، وأيضا تكون عندكم مساحة للحفاظ على صحتكم وممارسة الرياضة للحفاظ على نمط صحي، نمط حياة صحية تقيكم إن شاء الله من الأمراض. صبحك الله بالخير دكتورة ندى. يا صباح الورد ويا صباح الأحد اللي يحبك الأحد أول يوم في الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوعكم جميل. نبتدي بطاقة إيجابية. أذكركم برقم التواصل على 600-551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. تواصلوا معنا، اقتراحات، ملاحظات، شكاوي. البرنامج ترى يثرى بملاحظاتكم وآرائكم وتواصلكم. موضوع طبي حابين نتكلم فيه، استشارة طبية، إن شاء الله احنا موجودين هني عشان تتواصلون معنا. طيب أرقام التواصل مرة ثانية دكتورة على 600-551414 ورسائل النصية على 4006 ولايف على نور دبي على الانستغرام. نحن برنامجنا صحة وسعادة، برنامج البث المباشر يعطيه العافية أبو عمر خلص البرنامج، فالمسجات اللي تينا بخصوص البث المباشر نتمنى تأجلونها لين باشر عشان ما تضيع، حرام يعني، يعني هم إن شاء الله ما في شيء بيضيع، لكن قدر الإمكان يعني نلتزم بهذا. ولا تتصلون فينا آخر البرنامج قبل نختم بخمس دقائق تطلبون مداخلات وكذا، يكون الوقت صعب يا جماعة الخير على أساس أن نستقبل اتصالاتكم. لكن عندنا هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى من خلالها نقدم لكم الفائدة المرجوة. ما نذهب الآن إلى الزميلة أسماء الجناحي، موجودة معنا عبر الهاتف. أسماء صبحت الله بالخير، وما هو الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات هيئة الصحة بدبي؟ صبحكم الله بالنور والسرور، صباح الأحد اللي يحبه كل أحد، صباح الطاقة الإيجابية. أحب أقول لكم بس الأشياء اللي كانت في جلسة أغسطس نهاية الأسبوع. نحب بس بعض النصائح اللي حطيناها، مثلا منها الإيجابية ليست شعارات بل هي تصرفات، فكر بإيجابية واعمل بروحها. هل من النصائح نحن مثل ما وعدناهم أن في نصائح راح تكون على مدار الأسبوع، يعني مو بس الصبح، حتى أيام الويكند وغيره، فدائما خليهم يتابعونا لأن في وايد أشياء حلوة بتطلع. غير هذا نحن نحب نذكر بعد أن منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية إن شاء الله راح يكون تاريخ 20، واللي بيحضرون هناك تطبيق إلكتروني موجود في الأب ستور والأندرويد سيستم. أيضا كان يوم أمس كان يوم كشتة، فعالية كشتة. عندك اسم التطبيق أسماء؟ شو أسماء؟ دي إكستريتش أظني ولا شيء؟ لا اسمه دي I H T F اللي هو اختصار لدبي انترناشنال هيلث توريزم فورم. اوكي ممتاز. موجود عندنا حتى بالباركود، يقدرون بس يصورون الباركود اللي في الصوره اللي موجوده عندنا في الانستغرام، راح ينزل التطبيق مباشره. ممتاز. طيب ونختم برسالتنا اليوم الصباحيه واللي هي تقول: تناول وجبة إفطارك إن أردت تزويد جسمك بالطاقة التي تحتاجها في عملك ودراستك. والصورة ترى وايد حلوة، خلي تشوفون حسابنا اللي هو DHA_Dubai وتشوفون الصورة ترى وايد شكلها حلو، فخلي يدخلون يشوفونها. جميل يا أسماء، شكرا لك. شكلها حلو، يعني يفتح النفس حق الأكل أسماء. إيه في بيضتين وبنانة كم. يا سلام. زين. فطور الصحي المتكامل.
شكرا لك يا محمد، نهارك سعيد. طيب فوائد البيض وايد دكتورة. البيض الوحدة عنصر متكامل، فيها بروتين، فيها كالسيوم، فيها فيتامين دال. فإحنا دائما حتى ننصح الأمهات لازم تخلون البيض جزء أساسي من أكل عيالكم كل يوم. لا تقول أم ولدي ما يحب البيض، في وايد أشكال البيض. يمكن حد تكون عنده حساسية دكتورة. إيه عندهم حساسية البيض فعلا موجودة، لكن الزين في حساسية الأكل محمود إن الإنسان كل ما كبر جسمه الحساسية تتغير. ممكن اللي عنده حساسية لعمر السنة عقب سنتين أو ثلاثة جربوا له البيض تلاقوا ما عنده حساسية. فلي أسوي الأمهات يقولون ولدي، في أمهات مثلا على عمر السنة تحسس ولدها من البيض من مرة واحدة، عمر الولد صار 10 سنوات وللحين تقول كان عنده حساسية على عمر السنة، شو نسوي؟ ببساطة قدمين البيض مرة أخرى بكمية جدا بسيطة، يعني تقريبا نص ملعقة من البيض، وتشوفي هل يتحسس أو لا. شفتي ما في تحسس، ابتدي له تدريجيا، لأن اللي يستوي لما نحن نمنع المادة للسبب التحسس من أن ناكلها. مثلا لو عندي حساسية من البيض، أنا وقفت سنة ما أكل بيض تماما، جهاز المناعي مثل ينسى أن عنده حساسية ضد هذا الشيء، فلما قدم له عقب سنة ما يبدأ يكون الأجسام المضادة أو الحساسية أو رد الفعل التحسسي ضد هذه المادة. فهذا بعد ننصحه لما الناس يسوون فحص حساسية الطعام ويكون عندهم مثلا حساسية من القمح أو من البيض أو من أي شيء، التوصية اللي تكون مكتوبة أن ابتعدوا تماما عن هذا العنصر على الأقل 6 أشهر حسب قوة الحساسية، عشان جهاز المناعة ينسى أنه عنده مناعة حساسية ضد هذه المادة. وتقدمونه مرة ثانية، تبدون تدخلونه في غذائكم شوي شوي، نص ملعقة بعدين ملعقة بعدين ملعقة ونص، وهكذا عشان الجسم يتعرف عليه من أول وجديد وما يكون رد فعل تحسسي. فهي هي الطريقة، فلا تعتمدون على شيء استوى قبل سنوات، ابتدوا مرة ثانية قدموا لعيالكم، خصوصا لما يجي عند البيض والفراولة والأشياء اللي الأمهات دائما يخافون ويقولون إنه يسوي تحسس للأطفال. الجبن دكتورة، ايش في الجبن لذيذ؟ اي لان الواحد الحين ما نتكلم عن الريوق، خلي مره واحده نتكلم عن كل شيء. يقول لك كيف يؤثر تناول الجبن على وزنك؟ اعتقد يزيد. هاي نفت دراسه حديثه اجريت في ايرلندا، كل الابحاث والتقارير التي تقول ان تناول الجبن ليس صحيا وانه يرفع مستويات الكوليسترول في الجسم الانسان، كما وجدت الدراسه التي اجراها باحثون بجامعه دبلن ان الاشخاص الذين يتناولون الكثير من الجبن انحف، الجبن مال ندى المله زين، انحف من اولئك الذين لا يتناولونه. وقام الباحثون بدراسة تأثير تناول منتجات الألبان مثل الحليب، الجبن، الزبادي، الكريم على 1500 شخص تتراوح أعمارهم من 18 سنة لين 90 سنة، فوجدوا أن الذين يستهلكون معظم هذه المنتجات يتمتعون بانخفاض الدهون وضغط الدم. الدكتورة إيما فيني هي مؤلفة الدراسة اللي نشرتها صحيفة الديلي ميل، تقول ما وجدناه أن مستهلكي الجبن لديهم كمية أعلى بكثير من الدهون المشبعة في جسمهم مقارنة مع غير المستهلكين لهذا المنتج. إنزين طلع أن الدهون المشبعة عندهم أعلى، أي بس الوزن ما زاد عندهم. صح، إحنا ترى مشكلتنا مع الجبن مو بزيادة الوزن بشكل أساسي، والدهون المشبعة الموجودة فيه اللي تكون موجودة بالعادة في الجبن الأصفر، الأصفر يكون شدر دام، هذا الأصفر الجبن لونه أصفر هو يرفع نسبة الدهون المشبعة في الجسم. دائما ننصح تتوجهون للجبنة البيضة، الفتة، العكاوي، الحلوم، لأن الدهون المشبعة فيها وايد أقل. وطبعا الكريم، جبن الكريم هذا أخطر، يعني هذا أكثر مشبع بالدهون، لأن الجبن نفسه لا يأتي بهذه الصورة الكريمية، ولكن يكون مشبع بالدهون عشان تي إحنا ما نفضله أبدا أبدا أبدا. الجبن البيضة، بعدين الجبن القاسية الصفراء، بعدين الكريم لو تمتنعون عنه بعد أفضل. نأخذ هذه المداخلة من أحمد خليفة. أبو خليفة كيف حالك؟ خير رب، الله يسلمك طول عمرك، تفضل يا سيدي. الله يحفظك. استاذ انا بس بغيت اسال الدكتوره عن موضوع الجي سي دي او اللي هو متفوت. انا الله يسلمك، واحد من عيالي كان عنده ما ادري ما زال عنده ولا لا، كيف اقدر اتاكد انه عنده ولا غير؟ بس سامحني ما سمعتك عدل. واحد من عيالك شو فيه؟ عنده الله يسلم، بعيد عنك وعن عيالك، جي 6 بي دي اللي هو انيميا تفول. انيميا تفول، نعم. طبعا الكلام يوم صغير اكتشفناه ان اكل
اكل بازلاء كل يعني كميه شويه. نعم. وصار عندها كرمته في تكسر في الدم. كان عندها تكسر في الدم. نعم. بين في كرمته في البول وهو يسمع. صحيح. ممتاز. فوديناه المستشفى طبعا ونزل عنده بشكل حاد جدا يعني الدم الهيموجلوبين. واضطرينا ان نسوي له نقل دم. هذا كان عمره تقريبا بحدود سنتين او ثلاث سنين. طيب. نعم. الحين ما شاء الله عمره 10 سنين. ما شاء الله. المهم ابا اعرف الحين هل الجي 6 بي دي ممكن ان اروح عنه ولا لا؟ واضح سؤالك ان شاء الله تسمع الجواب اخوي ولا يهمك. شكرا لك. سؤال ثاني بعد. تفضل يا سيدي. تعال. بالنسبه للبيض، هل البيض اذا اكلت اكثر من بيضه يعني محبذ ولا مثلا انا نفسيا مثلا يوميا لازم اكل بيض؟ ولا يهمك ان شاء الله موح. تسمع الاجابه ولا يهمك، فالك طيب. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. ما نعطي الإجابة بعد الفاصل دكتورة، ما نطلع فاصل سريع مستمعين، وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، صباح الصحة صباح الخير. شكرا لكم. إذن أرقام التواصل معنا مستمعينا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. مداخلاتكم عطونا إياها الحين إن شاء الله قبل ينتهي البرنامج، لأن بعدها بيكون صعب أن ناخذ المداخلات، يعني اللي يتصلوا آخر خمس دقائق تينا المكالمات كلها دكتورة يكون وايد صعب. مواضيع جميلة تكون. ايه. محمود يعني أضطر أقول بسرعة. أي عموما قبل الفاصل كان عندنا دكتورة موضوع أبو خليفة أحمد خليفة. ايه. كان يسأل عن الأنيميا. أنيميا الفول. أي أنيميا الفول. وهذا دكتورة يعني في ناس كثيرين عندهم هذا الموضوع. زين، بس جيد أنك أنت عرفت السبب. أي صح. إذا عرفت السبب تقدر تقدر تعالجه. بالضبط. والعلاج يتم عن طريق شو؟ العلاج. الابتعاد عن المسبب. نعم، الابتعاد عن المسبب. بس أنا أقدر أقول هي بشرة سارة للناس اللي عندهم أنيميا الفول، إن أنيميا الفول اسمه G6PD، هو عبارة عن نقص في واحد من الإنزيمات الموجودة في الجسم اللي مسؤولة عن هضم هذه البقوليات، هي الفول أو الباجلا أو الحمص. الزين فيه إنه مو مثل الأنيميا العادية، مع الكبر في السن ممكن هالمادة تنوجد في الجسم ويزيد نسبتها وما يسوي الشخص عنده أنيميا الفول. فعشان كذي إحنا دائما ننصح الأمهات، ودائما ترى أنيميا الفول محمود تطلع في هالعمر، يبدون يعطونه فول وباجلا في هالسن سنة ونص إلى سنتين. يا إنه يبرز يكون الطفل بعد ما يأكل الفول تصيبه حرارة عالية جدا ما تنزل، ألم حاد في البطن، تكرم اسهال. الولد يصير وايد تعبان، يجي العياده نسوي له الفحوصات ما نشوف شيء. نسوي له الجي 6 بي دي نكتشف انه عنده، وهذا سبب لها الاعراض اللي هي موجوده عنده. ولكن ننصح دائما الاهل بعد ما يكبر الطفل بعد عمر 5 6 7 سنوات عيدوا له التحليل. بالعاده وايد من الحالات اللي نشوفها بتلاحظون ان الرقم ماله هو عباره عن رقم زاد شويه، فيستوي يقدر ياكل البقوليات هذه بشكل افضل. فالحمد لله يعني مو مثل الانيميا العاديه، ممكن تتغير قراءه الجي 6 بي دي. ممتاز. زين هني في سؤال عادي اكل بيض وطماط كل يوم، وكان ابو خليفه بعد يسال البيض اكثر من بيضه. اكثر من بيض. ممكن تاكلون بيضتين في اليوم، ولكن البيض لازم تحاولون يكون مفور او شو يسمونه مفور، مسلوق. لان البيض لما نقليه فنحن نغير في خصائص البيض، ممكن يرفع الكوليسترول. يقلون البيض؟ لا، هي مو يقلون البيض. فيفضل عدم القلي. ممكن الشوي او القلي على الناشف بالملح، في ناس يسوونه بالملح، ان انت تسوون ملح في وعاء الطبخ وتشلون تصبون الملح وتقلون في البيضه فيستوي مقلي، او بوتشت مثل البنديكت ايج اللي يكون في الماي. بس يفضل تقللون من المقلي عشان ما يزيد عندكم الكوليسترول، ولكن اكلوا بيضه الا بيضتين كل يوم عادي. بيض وشاي حليب. بيض وشاي حرام. الحليب الحديد الشاي ما يخلي مصاص الحديد زين من البيض، حرام. فلا تدمجونهم يعني. زين متى يشرب الشاي عيل؟ على الاقل بعد ساعه من الطعام، ساعه الى ساعه ونص من الطعام. يعني انت نسبتي عاده قويه عند الناس. مش كده الناس مرتبط عندها الشاي بالفطور يعني، بس للاسف يقلل امتصاص الحديد. خلنا ناخذ طارق. صباحك الله بالخير. هلا اخوي طارق. صباح النور. هلا. تفضل. جزاك الله خير دكتوره.
نعم تفضل. عندي سؤالين لو سمحتي. السؤال الأول بخصوص العسل، العسل هل هو يعني زين عندهم سكري؟ يعني في الجمعية بعض الأحيان يبيعون عسل يقولون هذا وايد زين للعندهم في السكر يعني. صح صح إن شاء الله. يعني هذا السؤال الأول العسل هل الأشخاص العاديين يعني مثلا حتى عندهم احتمال يعني السكر شوي عالي عندهم نعم. يأخذون عسل ما في مشكلة؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحتي بالنسبة للحليب قليل الدسم يعني مرات يعني يسألون يقولون الحليب قليل الدسم مو بزين، هذا ما فايد يضيعون فلوسكم بس على الفاضي ما لي أي قيمة. والناس يقولون لا أحسن شيء الحليب الكامل الدسم، كامل الدسم. فأنا أختار يعني أسوي هذا ولا يعني أي حليب أعطي للأطفال وهذا. إن شاء الله. أنت شو تستخدم طارق؟ لحظة طارق ألو. نعم. شو تستخدم انت، قليل الدسم ولا كامل الدسم؟ قليل الدسم، انا استخدم قليل الدسم ان شاء الله. بس انا سنين يعني سنين طويله فالك يعني طيب 17 سنة 18 سنة. بس الحين سمعت من كم يوم في الراديو انتم تضيعون وقتكم تضيعون بيزات ما لها اي قيمه قليل الدسم. اوكي الله. شكرا. اول طيب. سؤال كان العسل. العسل طبعا العسل وايد العسل اللي يقولون هذا اللي بس لمرضى السكر، مرضى السكر انا صراحه محمود بس لمرضى السكر هذا تجاري، تجاري شيء تجاري، لان العسل تركيبه واحد من الـ من الـ من النحل يعني. ولكن احنا مره اخرى الكمية ما نمنع ملعقه واحده في اليوم بس تستبدلها بالسكر، مثلا تشرب شاي مع سكر استبدل السكر مكان العسل، ما نقول نمنع 100% لانه وايد استبدل العسل مكان السكر. اي استبدل العسل مكان السكر نعم. اي انزين ملعقه في اليوم كميه نفسها وتحافظ على مستوى السكر عندك في الدم. صحيح. ها؟ إيه. إنزين. الحليب قليل الدسم. الحليب قليل الدسم. طبعا احنا دائما ما ننصح باخذ حليب قليل الدسم. ليش؟ قليل الدسم معنى منزوع الدسم، منزوع الدهون، وفيتامين دال اللي موجود في الحليب اصلا فيتامين ذايب في الدهون. معنى لو نزعوا من الدسم معنى قللوا منه فيتامين دال. في بعض المنتجات يقول لك مضاف لفيتامين دال. انتم لا تدخلون في هالدوام، اشربوا حليب كامل الدسم. مرة اخرى كوب واحد فقط في اليوم. لا تشربون يعني حتى قليل الدسم. في ناس عبالهم قليل الدسم اروم اشرب 5 اكواب، ترى انت نفس الشيء سويت يعني نفس كميه السعرات الحراريه اذا شربت 3-4-5 اكواب. كوب واحد في اليوم في الصبح مثلا او قبل النوم من حليب كامل الدسم عشان تاخذ حاجتك من الكالسيوم ومن الفيتامين دال. لا تاخذون لا منزوع ولا قليل. في انواع دكتوره طلعت جديده يعني غير اللوفات، في شيء يسمونه اللي هو شو سكمت هي. اللي هو منزوع الدسم. لا 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 ما مال النارين، هذا حليب النارين او شيء شيء حليب جوز الهند. اي شغله كذا. هو طبعا بديل الحليب، خلينا نقول هي بديل الحليب. في حليب الصويا وفي حليب اللوز وحليب جوز الهند. في هذا كله طبعا هو مو حليب. يعني هو ناس تقول من وين تجيب حليب؟ ترى اللوز ما في حليب، هو عصارة اللوز او عصارة الصويا. الحليب يجي فقط من الابقار، لا يوجد مصدر اخر. الصويا واللوز في ما شيء هم يعصرونه بطريقه ينزل منه سائل حليبي فيسمونه حليب ولكنه ليس حليب. طبعا هذا انا ما اقول ننصح ولا ما ننصح، انا افضل دائما واحد ياخذ الحليب. ولكن الناس اللي عندهم مثلا حساسيه من اللاكتوز، الناس الحليب يسوون وايد مشاكل عندهم قولون، الحليب يزعجهم، ممكن يتوجهون لهذه البدائل. بس اذا ما عندك مشكله حليب كامل الدسم ممكن تشرب كوب. طيب يقول لك في يعني وايدين يعتقدون ان القلق ينجم عن المواقف اللي يتعرض لها الانسان فقط، لكن خبراء الصحة ينبهون ايضا الى تأثير الاطعمة كذلك. يعني موقع رجيم نقل لنا ان قال في 5 اطعمة تزيد الاحساس بالقلق ولازم الواحد ينتبه لها لانها ممكن تؤدي الى النوبات المزعجة. من ضمنها المشروبات الغازية، أسوأ ما يمكن أن يتناوله إنسان يعاني القلق بالنظر إلى ما تحتوي إليه من نسب سكر وكافيين عالية. إنزين تؤدي الأطعمة المصنعة أيضا بدورها إلى زيادة القلق، ويتعلق الأمر بكل من البسكويت هذا اللي انت تجيبين لنا اياه للاستوديو وكفتيه بخلاص. إيه زين. رقائق البطاطس المقلية، النقانق، المخبوزات الجاهزة هذه أيضا، كل هذه ليش دكتورة؟ يعني تحتوي معدلات كبيرة من السكر الدهون والملح. الخبراء يوصون بالابتعاد عن السكريات والكعك بسبب ما فيها من طاقة تدفع المزاج إلى حافة القلق. هذه
ايضا في يقول لك حسب الدراسه اصلا وحسب الخبراء يقول ان ايضا للكحول ضررها ايضا، والحمد لله يعني معظمنا بعيدين عن هذا الشيء. لكن هي شو لما ينتهي مفعولها يصاب الانسان بنوبه حاده من القلق، حد لما يجي تعطيه مثل هذا الشيء يقول لك شو هذا انا متوتر عطني بسكوت، هذا هرمون هرمون السعاده. بالضبط بالضبط صح، هذا انت تسمينه هرمون السعاده. انا اسميه هرمون السعاده والاكل كم مره قلتي تحت الهواء الحين لازم افضحك على الهواء. تجيب الاكل تحطه مني، قلت له انت ما يستوي انت دكتوره تقولي لا حبه واحده في الصباح لا تضر. لا فعلا هو محمود هو الاحساس اللي يعطيك اياه فعلا يحفز هرمون السعاده. الحين تشوف هالدراسه الاخيره ما شاء الله شوفك منتبهه يعني. لا لا تشوف وضعي مرتب اموري انا طالب هذا الاسابيع ما في اغذيه معاد تصنيعها. اذا السؤال ناس تسال شو يعني اغذيه معاد تصنيعها؟ يعني لا تكون في حالتها الاوليه. يعني مثلا الخضره التفاح لما اخذها انا كتفاح هاي في حالتها الاوليه، ولكن لما اخذها كمربى او كمعلب كومبوت او غيره هذا معاد تصنيعه. نفس الشيء اللحم، لما اشتري لحم فريش هذا لحم بحالته الاصليه. احنا دائما نحذر من اللحوم المعاد تصنيعها، مثل شو اللانشن، مثل البيبروني، هل اللحوم المصنعه تلاقونها مجمده او مبرده، هذه لحوم معاد تصنيعها يعني ليست بحالتها الاصليه، هذه غير انها تسبب القلق، يزيد الكوليسترول، يزيد خطر اصابه بامراض القلب لانها غنيه باللحوم بالمواد اللي تسبب اصابه بامراض القلب. فلا تاخذوا شيء معاد تصنيعه، دائما خذوا شيء في حالته الاوليه وابتعدوا عن اللحوم المبرده. طيب بخبركم عن العلاقه ما بين البطاطا المقليه وتساقط الشعر، هذا بعد الفاصل ان شاء الله دكتورة بنتكلم عن هذا الموضوع لانه من المواضيع الشيقة. ففاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزة دائما اذاعة نور دبي. ارقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. ايه شوفك محمود تاخذ شي نفس عشان بتكلم عن هذا. كنا قبل الفاصل بنقول عن سالفة علاقة البطاط مع تساقط الشعر، لكن هم نخبركم عنها قدام. انزين، وفي عندنا بعض الأسئلة كانوا يتكلمون ايضا عن بعض المأكولات، ولكن البارحة كنا نحن في الطي دكتورة، جبتي عيالك ما شاء الله مستانسين ولعبة واستانسوا، كان جميل، كانت فعالية جميلة جدا، يمكن نحن استمتعنا فيها بشكل كبير. طبعا هذه الفعالية عبارة عن ايش؟ عبارة عن يوم ترفيهي للموظفين أو غير الموظفين بعد، في الهواء الطلق، في منطقة فيها بار، فيها فعاليات، في مسابقات، منها نتحرك ونشيل عيالنا من قدام الآيباد ونغير جو ويسوي روح الألفة بين الموظفين. جميل، نحن كانت عندنا فعالية جميلة نظمتها إدارة الموارد البشرية عندنا في هيئة الصحة بدبي، هي فعالية الكشتة. تعرفين شو يعني كشتة؟ يعني حواطة. لا دوار. اللي بتخبرنا عن الكشتة، سمعي المصطلح باللغة العربية الفصحى وبالإنجليزي. أوكي. من الأستاذ آمن السويدي مدير إدارة الموارد البشرية، صبحت الله بالخير. حبتين صباح الخير ونور. هلا أخي، شو يعني كشتة؟ أنا البارحة قلت لك إياها بيكنيك بالفصحى. بالفصحى يا عمري بيكنيك بيكنيك بالفصحى شي يعني، أنا قلت لك عنها بالفصحى نزهة، هاي أنت هتخصص. انزين آمنة، كانت فعالية جميلة فيها من الألفة وفيها من تغيير الجو، وأيضا يعني سعيتوا من خلالها أنكم تحققون الأهداف اللي تبغون من خلالها، يعني تحطون الموظفين وأسرهم يعني في أجواء صحية وأيضا بعيدة عن أجواء الدوام وبعيدة عن النمط الرسمي. فكانت أيضا يعني توجت هذه الفعالية زيارة لمعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي اللي شارك الموظفين هذه الفعالية، وكانت هنالك يعني الكثير من الأجواء الجميلة اللي لمسناها. فخبرينا عن الفكرة من وياتكم، ليش حبيتوا تاخذون الكشتة هذه تسوونها للموظفين
للبر؟ وشو الأهداف اللي كنتوا تسعوا لها؟ احنا محمود اشكرك طبعا على المقدمة، ما شاء الله عليكم، يعني تقريبا اوجزتوا بعض اهداف المبادرة هذه او الفعالية. احنا في هيئة الصحة نحرص على تعزيز بيئة العمل الإيجابية بين الموظفين من خلال عقد العديد من الأنشطة والفعاليات، ما شاء الله عليكم داعمين بشكل كبير معنا في هاي في الترويج لهذه الخدمات وتنظيمها. الهدف من تعزيز التواصل، تعرف احنا ما شاء الله عندنا في هيئة الصحة اكثر من 12 ألف موظف، مرافقنا متعددة، يعني ممكن نتكلم يا ناس بين فترة طويلة بس ما نكون شايفينهم وجه الوجه، فمن مثل هاي المبادرات يعني فيها تعارف بعض الموظفين، يعني انا شخصيا شفتهم اعرفهم اسما بس يوم شفتهم وجه لوجه صغير، يعني روح تواصل ما بينهم ما بين الموظفين، الخروج من الاساس يعني فيها الخروج من اطار العمل الرسمي. الحين علاقتنا في الدوام رسميه محمود، بس البارحه شفت يعني كنا نسولف ونضحك ونتمسخر، يعني شوي الروتين ينكسر، وبعدين تعرف انت مع ضغط العمل تكون بعض المشاحنات والأجواء السلبية، نبقى نطلع منها في إطار إيجابي من خلال هاي الأنشطة الترفيهية، ويبنى الموظفين مع عوائلهم، يعني بعد إحنا مهتمين بالموظفين وعوائلهم. إحنا يمكن الحين لأن في وقت شوية براد أو يمكن أواخر اشتعتنا، فالناس لا زالت مستمتعة بالأجواء في البر. طبعا واحدة من المبادرات الرئيسية عندنا بعد في الهيئة اللي هي عزبتنا غير إدارة التغذية السريرية اللي قائمة فيها، فقلنا بأن نستفيد من المبادرة نفسها وبنخليها بنخصص فيها يوم للموظفين عوائلهم، وما شاء الله شفتهم مثل البارحة كانوا جدا مستمتعين. دكتورة بعد شرفتينا بحضورك أنت وعيالك، نورتوا كسروا العزبة عيالها. احنا مسوينا حكم شوت الكرسي دكتورة سولف. لا والله مساكين استانس، تقولي وايد استانس ما كان بنروح يعني يعني صراحه المكان اجواء كانت وايد وايد جميله، يعطيكم العافيه صراحه على الترتيب والتنظيم، كل شيء كان مرتب. بالعكس حضوركم انتم يعني هاي الاشياء اللي تضيف لها معنى، ويعني تشجعنا احنا على تكرار بعد مثل هاي المبادرات. زين دكتوره، الحين اللي جايب عياله واختيامنا وكسر العزبه وما ادري ايش يسوي، شو هذين نغرمهم ولا شو نسوي بهم الحين؟ اخصم رواتبهم على طول. لا 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 ما فيها خصم ابدا، بنيبهم هم وعيالهم يصلحون بس. زين لا بيخلون زياده. لا ما شاء الله عليهم الصغارية البارحة استانس، وكانت عندهم العديد من الفعاليات، والفكرة الأجمل اختيامنا أن حتى الموظفين شاركوا في ألعاب كثيرة، أنتوا سويتوا لهم مسابقات وسحوبات، يعني أيضا كانت العزبة مفتوحة مو بس للموظفين، للموجودين هناك أيضا، أي حد كان موجود أنه يبغي يشارك الموظفين بعد كذلك كان يدخل. ولا تنسى كانت في بعد مواهب، كانت شو اسمه مسابقة طبخ، صحيح والفايز كانت يعني تذكرة سفر على طيران الإمارات. والله وين ما خبرتوني كم بشارك انا. لا صبري الحين انا عارف الفايز، بشوف اذا يعطيني تذكرة ببلاش شيء. عارف الفايز تذكرتين. تذكرتين عنده. تذكرتين يلا زين نسافر وياه. المكان هو يحبه صراحة، قالوا لنا يعني جدا استانس فيها. يا سلام. الحين عقب البرنامج بتصل به. ايه حمد العطار هو اللي فاز، حمد العطار اللي هو مدير عيادات المطار عندنا. هو كان طابخ؟ ايه طباخ رقم واحد. طافني، شو طبخ امس؟ شو اللي فاز؟ شو الطبق اللي فاز فيه؟ شو يعني برياني؟ هو المشبوس كان مشبوس. يا سلام. مشبوس دي اي. مشبوس دي اي. يعطيه العافية، إذا يسمعني يعطيها العافية، وخشت ذاك تذكرتك عن الحين المردود المتوقع من هذا التقارب بين الموظفين واسرهم اختيامنا، وشو تبغين تقولين؟ يعني ان احنا ما شاء الله شفنا الفترة الماضية العديد من الفعاليات اللي تسعى لهذا الهدف اللي هو كسر روتين الدوام، وكسر يعني الرسمية ما بين الموظفين وخروجهم في مثل هذه الفعاليات، شو ما كانت، سواء كانت الكشتة وغيرها من الفعاليات والمبادرات اللي تطرحونها في الموارد البشرية. احنا بالنسبة للموظفين وعوائلهم اخوي محمود وايد مهم عندنا، يعني هم مهمين، يعني احنا موظفينا مهمين وعوائلهم مهمين عندنا، والترابط الاسري دائما، يعني انت عارف انت ويكند احنا مسوينا كنا على يعني الاجازة اسبوعية، فدائما هذا يوم عائلي، يعني عشان شي سوينا اليوم بالنسبة للموظفين وعوائلهم على اساس ان يعني يستغلونه لتعزيز بعد روابط اسرية واجتماعية مع الموظفين.
الأساس قلنا نشر روح إيجابية، تواصل، تعارف وايد مهم، لأن ما شاء الله يعني الموظفين آلاف عندنا، فمثل هاي المناسبات الاجتماعية يعني مهمة بالنسبة لهم يتعرفون على بعض. وجود معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام الهيئة حميد القامي بعد ما شاء الله عليه يعني قريب من الموظفين، في بعض الموظفين ما يشوفونه في كل الفعاليات بحكم يعني كل واحد وطبيعة عمله، مثل هاي المناسبات الاجتماعية تشجع. ما شاء الله البارحة يعني خذ لفة وكل مكان يصورونهم وعوائلهم وعيالهم معاه، وكان جدا جدا مبسوط من يعني وناسة الموظفين، قال كلهم مستانسين الحمد لله كلهم مستانسين، فكان وايد يعني حريص أن الفعالية هاي مردود من سعادة الموظفين. صحيح، شكرا لك نحن يا أمنة، ونتمنى لكم التوفيق في كل الفعاليات عندكم. نعم. العديد من المبادرات اللي حنتناولها إن شاء الله بالتفصيل في الأيام القادمة، لأن مبادرات تستحق أن الواحد يذكرها، وأيضا الدوائر الثانية المؤسسات الثانية ممكن تستفيد من هذه الأفكار وتطبقها عندهم من خلال العديد من الأفكار المبتكرة اللي طرحت في الموارد البشرية. الأستاذة أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيكم العافية. طيب هني عندنا علي يسأل إذا ممكن بالنسبة للحوم كم وجبة في الشهر وتناول اللحوم؟ اللحوم رد عليه خلفان قال لك الأسبوع مرة. لا لا، اللحوم هو جزء من البروتين، يعني احنا يوميا لازم نتناول كمية من البروتينات، تقريبا 35% من الكالوريز اللي ناخذها يوميا او سعرات الحرارية لازم تيجي من البروتينات، فالبروتين مكون اساسي كل يوم، ولكن مصدر البروتين يختلف. في ناس دائما فكرهم ان بروتين معناه لازم اكل لحم احمر، لا، البروتين ممكن يكون من اللحم الاحمر، ممكن يكون من اللحم الابيض، السمك والدياي على مختلف انواعه، ممكن يكون من البقوليات، البقوليات نفسها فيها بروتين يعوضك عن اللحوم، فممكن الواحد خلال الأسبوع ينوع بين اللحوم وبين مصادر البروتين. ليش؟ طبعا اللحوم الحمراء مرتبطة أكثر بارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب. حتى السمك الأحمر، الناس دائما تنسى لما نقول اللحوم حمراء، السمك الأحمر ونفس التونة والسالمون ممكن يكون مسبب لارتفاع حمض اليوريك في الجسم، حمض اليوريك اللي يسوي مرض النقرس. فاللحوم لازم ننوع بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ومصادر غير حيوانية للبروتينات عشان ناخذ بروتين طول الأسبوع، بس مو مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، كل يوم. انزين، ان المستمع الدائم للبرنامج ابو برعي يقول اخي الفاضل استاذ محمود واختي الفاضلة الدكتورة ندى اخوكم ابو برعي، اكلتي المفضلة تريد صالونة تونة والامور عندي طيبة والحمد لله. الحمد لله، بس هو يعني قصدك صالونة تونة تسوي منها تريد؟ انا يعني يمكن صالونة سمك بعد مو مو ممكن اكله إيه. يعني ممكن انه ممكن إيه تسوي تحسين في زفاره السمك كذا مع الصالونه وثريد صعب. ثريد حالاته لحم صراحه، حالاته لحم، ممكن دياي، ممكن دياي، ممكن لبن، كيف هي. لبن تسوي ثريد هي لبن هي خبز ولبن بارد زين. ولكن اخونا برعي يعني عليك بالف عافيه انت تاكله، بس حاسب من التونه، التونه تعتبر من اللحوم الحمراء اللي لها مرتبطة بزيادة حمض اليوريك أسيد يسبب مرض النقرس، فنوع بين أنواع السمك، وإن شاء الله السمك عندنا وايد، كل صافي، كل كنعد، اللي تباه، بس ولكن مو بس لحوم حمراء. يقول السلام عليكم، عندي موضوع هذا أتكلم فيه تحت الهواء، أحمد شوفي لنا إياه إذا أحمد موضوعه طالع، إذا ممكن يطلع ويانا على الهواء زين، ما يبغي يطلع الهواء بعد برأيه كيفه. عموما نحن قبل الفاصل الأخير هذا كنا نتكلم دكتورة عن ما قلت لنا عن البطاطس وتساقط الشعر البراكي تريونا الحين. يقول لك السالفة كلها بتعرفونها من خلال هاي الدراسة. علماء يابانيون حذروا من أن تناول البطاطا أو البطاطس المقلية يعني لا يشفي الصلع. من هو اللي يشفي الصلع أصلاً؟ أنا بقول لك ليش، لأن في اليابان انتشرت إشاعة عندهم، مو بعد عندهم إشاعات ترى اليابان حتى اليابان عندهم إشاعات مو بنا بس عنا زين. يقول لك هذا طبعا بعد نشر بحث يقول أن المواد الكيميائية تستخدم في طهو البطاطا المقلية يمكنها محاربة تساقط الشعر، ونجح فريق بحثي في جامعة يوكوهاما الوطنية في إنتاج 5000 جريبة شعر بمساعدة مادة ثنائي ميثيل السيدو كزان زين، هذه اللي تعد العنصر الرئيسي لزراعة عدد كبير
من هذه الجريبات الشعر. إنزين بعد تقارير أفادت بأن تلك المادة تستخدم في الزيت المخصص لقليل البطاطا، عرفتي؟ فتلقى الباحثون عدد من الاستفسارات بشأن كمية البطاطا المقلية المطلوبة كلها لعلاج الصلع. بتموتوا بالسكتة القلبية قبل ما تعالجون الصرع. هذا كبير الباحثين جونجي فوكادا قال، يعني وكالة رويترز، تخيل انت وين وصلت السالفة. انزين لا يهم الكم الذي تتناوله من البطاطا المقلية، لن ينمو المزيد من الشعر في رأسك ابدا، انه سوء تفاهم كامل انتشر ما بين الناس. انزين يقول فوغادا ان البحث اللي نشر في دورية بيوماتيريلايز كان نجاحا كبيرا، لان العلماء عانوا في السابق لإنتاج كميات كبيرة من جريبات الشعر اللازمة لإحداث نمو كاف للشعر. أنا ما صدق إن في حد صدق الموضوع وراح يأكل بطاطس مقلية عشان الصلع. يوم تستوين صلعة بتعرفين بصدقين كل شيء، أي شيء بيطلع بتركضين ورا. هو طبعا الحمد لله، الحمد لله بشرى للنساء إن المرأة لا تصاب بالصلع أبدا، فقط للرجال. حتى الانحسار تساقط الشعر تساقط، بس ما تسوي الصلع. الصلع عند الرجال، الانحسار هذا فقط عند الرجال، النساء لا تصاب بالصلع. فاطمئنوا يا نساء، خلوا الرجال يأكلون بطاطا مقلية لين يمو الشعر. مو معقول محمود، يعني إن يموتون. لا ما حد يموت إن شاء الله. البطاطا المقلية يعني ارتباطها بعلاج الصلع عشان الزيت المستخدم فيها، يعني والله بيصابون بسكتة قلبية وبجلطة، بس الشعر ما نبت في فراسهم. بس الرجال الأصلع له مميزات كثيرة. ليش عندكم مشكلة مع الصلع محمود؟ أنا دائما عندي السؤال، ليش الرجال دائما يعني يتأثر لما يكون عنده صلع؟ ليش؟ يعني معنى صلع الرجال زين، يعني ما حس سيء. ما أعرف، أنت ما تتأثرين إذا شعرك طاح؟ هي يعني تساقط طبيعي، ولكن يعني الرجال غير عن الحرمة. أنتوا يعني الشعر عندكم من الجمال يعني نفس الحريم؟ والله الشعر نص الجمال. لا ولا الحمد لله في الإمارات مرتاحين، نفس غطر عقال ما حد يعرف تحت غطر عقال، صلع شعر ما حد يعرف. ولكن الواحد يعني هو مدى تقبله لنفسه، سواء كان أصلع سواء كان في شعر طويل قصير أشقر، هو مدى تقبلك لنفسك. ترى الإنسان لو راضي عن نفسه بيرضى عن نفسه في جميع الحالات، ولا ما يكون راضي عن نفسه حتى لو كان ملك جمال. هاي دائما أني حكوانا أؤمن فيها. يصبحكم بأنوار النبي، شكرا لك. انزين شوفي، يعني هي المسألة الواحد إذا يقدر يحافظ على شعره ليش لا؟ هي يقدر يحافظ صح. زين لكن إذا ما يقدر، وفي أسباب يعني كثيرة، في أسباب جينية ترى وايد الصلع عند الرجال. لكن الصدق إن الأصلع أكثر ذكاء من الشعر هذا. في كان يقول أكثر ذكاء. في بلدة يا ربي ما أتذكرها وين، هذه البلدة عندهم قانون، هي لا ما يسمحوا لك انك انت تاخذين الثانيه، مو انت يعني الرجال ياخذ الثانيه. زين على بلده عربيه عيال؟ لا مو بلده عربيه. كيف الاجانب ما يتزوجون ثنتين؟ لا بلده مسلمه، فيجب أن, ان 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 شو اذا من شروط انك انت بتتزوج وحده ثانيه وثالثه لازم تكون اصلع. لازم تكون اصلع عشان تتزوج؟ ليش؟ ما ادري عندهم هذه شيء لل الحين الحريم روحهم بيدفعون حق زراعة الشعر حق الرجال عشان ما يسوي. لا والله ما اتذكر وين يا ربي، عرف المعلومة هذه حاول اتذكر. إذا حد عنده شو اسمه يخبرني. بطلال الكريشي ممكن تواصل تحت الهواء لو سمحت ان شاء الله. زين كلهم يبون تحت الهواء اليوم، ليش ما توصلوا معنا نسمع صوتكم؟ والله انا اتمنى يا جماعه الخير اذا واحد عنده، يمكن سبحان الله في بعض الامور الشخصيه الدكتور عندهم، لكن عموما في بعض الامور اذا تفيد المستمعين كلهم في طرح معين ليش لا، نتمنى تشاركونا في هذا الطرح. بس اليوم ما نبغي الحين، خلاص طالعين على نهايه البرنامج باكر ان شاء الله. عموما انا قبل لا اختم ابغي اتحدث عن في عندنا منتدى السياحه الصحيه، كنت تكلمت عنه اسمه في البدايه، لكن احنا اليوم يعني اخبركم ان هذا المنتدى بيركز على 6 محاور رئيسيه تضم مستقبل السياحه الصحيه، مكانه دبي كمقصد للسياحه الصحيه للقادمين من مختلف دول العالم، التطورات التقنيه في السياحه الصحيه، التامين الصحي واهميه الشراكه الحكوميه وشراكات القطاع الخاص،
أيضا بتكون في من ضمن الجلسات المؤثرين الإعلاميين في القطاع وقيادة المشهد الإعلامي والترويجي. طبعا هذه المناقشات بتكون من خلال 40 خبير أقليمي وعالمي وثمان جلسات تفاعلية وثلاثة وعشرين محاضرة متخصصة إلى جانب قمة خاصة للسفراء والدبلوماسيين. وين بتكون هذه المناقشات دكتورة؟ في مدينة جميرة. هي في مدينة جميرة طبعا بيكون في يعني طرح العديد من الأمور اللي تسعى من خلالها دبي أنها يعني تكون الخيار المفضل للاستثمار والوجهة الأولى للباحثين عن الصحة. وشو؟ والسياحة الصحية. لا برنامجنا شو؟ صحة وسعادة. ايه فنحن يعني نبغي نكون الوجهة الأولى للباحثين عن الصحة والسعادة. مو لأن نحن بس في قلب العالم، لا، لأن نحن نمتلك كل المقومات اللي يعني توصلنا لهذا الهدف. عندنا الأمن، عندنا الأمان، عندنا السلام، عندنا الإنسانية، عندنا اللهم لك الحمد والشكر، كل المقومات اللي يعني ممكن نضيفها على على البنية التحتية، منشآتنا الصحية ما شاء الله يعني فائقة المستوى ومعتمدة اعتمادات دولية وحائزة على الكثير من الجوائز والشهادات الخاصة بالجودة والتميز اللي موجودة. هذا نتكلم فيه على القطاعين دكتورة، ها مو بس الحين. يعني تخيل احيانا قبل في بعض البلدان القطاع الحكومي شوية تعبان، زين، ولكن نحن عندنا القطاع الحكومي اللهم لك الحمد بدأ ينافس الخاص. ايه مو بدأ بعد، هو اصلا ينافس ويمكن يتفوق عليه. صحيح. زين، ولكن هنالك بعد كذلك العديد من الاسماء، العديد من الاشياء اللي ممكن كذلك نتكلم فيها في هذا المجال. انت دكتورة يعني تعرفين ان مثل هذه المنتديات تساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي والخدمات اللي موجودة في هذا القطاع، فخبرينا دكتورة عادة على السريع شو اللي يدور السائح اللي يدور السياحة الصحية طبعا أو العلاجية. لما أي حد يدور سياحة صحية أول شيء يدور عن مثل ما احنا نقول أفضل علاج، يعني أفضل علاج لحالته نفسها. رقم اثنين يدور عن سهولة الوصول لهذا العلاج، يعني أنه يحصل معنا الطبيب، العلاج يكون متوفر، ما يضطر يصير أكثر عن نقطة عشان يحصل هذا العلاج، الخدمات تكون متوفرة في كل منشأة اللي بيتعالج فيها. مثلا لو يحتاج علاج طبيعي في نفس المنشأة، لو يحتاج يسوي عملية في نفس المنشأة، يحتاج علاج معين أو أخصائي في تخصص آخر حق حالته يلاقيه في نفس المنشأة. طبعا غير هذا يدور عن البلد اللي بيروح له. محمود ترى العامل النفسي لما أنت تروح علاج تلاقي لو أنت بتروح أفضل مستشفى في العالم بس تقول أنا مو مرتاح للبلاد بسيرة، مثلا ممكن الأكل عندهم صعب، ممكن أن ما أعرف الأماكن، ما أعرف اللغة. صح. لكن لما يجون هني الحمد لله كل شيء متوفر، مثل ما قال محمود الأمن، سهولة التعامل وغيره، فكل شيء إن شاء الله موجود في مكان واحد، فهذا أكبر تشجيع للسياحة الصحية. إذن غدا إن شاء الله انطلاق أو بعد غد إن شاء الله انطلاق منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، بيكون بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص عالمي يتبادلون الخبرات والتجارب الناجحة إن شاء الله. وهذا المنتدى برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بيكون يوم الثلاثة والأربعة القادمين إن شاء الله. المنتدى منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، اللي مهتم يحضر، خلونا نشوفكم هناك. أنا بخليك هنا في الاستوديو، أنا بحضر هناك ترى، بس بنقلت نقل مباشر. نقل إن شاء الله. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نحن شاكرين نجاة السويدي انضمت لنا في التنسيق والإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي والدكتورة ندى الملة. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.